السلام عليكم. ربيع بلال ممثل طلبة الطب بوجدة باللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة بالكلية العمومية المغربية. اليوم كانت واجدوا بعاصمة الشكوى والمظالم مرة أخرى، نعبر عن صوتنا اللي عمر الشوارع المغربية منذ 16 دجنبير. هذه 10 أشهر وحنايا كانت واجدوا هنايا في الشوارع، تعرضنا لجميع أنواع القمع، جميع أنواع التنكيل، جميع أنواع العنف، آخرتها هي أحداث 25 و26 شتنبير، حيث تم اعتقال أزيد من 21 طالب وطبيب داخلي، وكذلك عدد لا يحصى من الإصابات والجرحى لم يسلم منها حتى أباؤنا وأمهاتنا اللي دخلوا معنا من أجل التضامن مع أبنائهم وفلدة أكبادهم. مع الأسف لازلنا نطالب مرة أخرى بفتح باب الحوار، ولكن مع الأسف الجهات المسؤولة، هناك من يريد فعلا فتح هذه الأزمة، وهناك آخرون يريدون تأزيم وتعميق هذه الأزمة. نتمنى من العقول الرشيدة والمؤسسات المستقلة أن تتدخل في ملفنا الذي عمارة. إحنا ما كرهناش نرجعوا المستشفيات، ما كرهناش نرجعوا الأراضي ديال التدريب الاستشفائية ديالنا، ولكن مع الأسف كنلقاو بأن الأبواب مغلقة في وجوهنا. نتمنى خيرا في هذا الملف، نتمنى العودة بسرعة، وشكرا جزيلا. بحكم أعدو منسق مجلس طلبة الطب بالفاس والكاتب العام الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب. إذن اليوم 5 أكتوبر 2024 هو واحد اليوم اللي كتجسد فيه واحد الوقفة، وقفة وطنية لطلبة كلية الطب مع مختلف هيئات المجتمع المدني وهيئات سياسية وهيئات نقابية، وذلك تعبيرا منا عن السخط ديالنا وعن الحزن ديالنا وعن الأسى ديالنا للأحداث اللي وقعات يوم 25 شتنبير. احنا كطلبة نتاع الطب كما كنا كنقولوها من الأول، خرجنا على ملف مطلبي أكاديمي محض. الحل في هاد الظرفية هو أنه يتدار واحد الحوار مع اللجنة الوطنية، لأننا ما كنظنش أنه وصلنا لهذا الوقت وباقي شي واحد الغاية ديالو أن هذا الشيء يزيد يطول والأزمة أنها تزيد تعقد. إذا كنقول محد أن الأهداف مشتركة والغايات مشتركة، أننا حنا كطلبة باغيين تزويد التكوين ديالنا، وأن المؤسسات في شخص سيد الوزير التعليم العالي والحكومة باغا تا تزود التكوين ديالنا. إذا لماذا الغايات مشتركة وحنا لحد الآن مازال ما لقيناش واحد الحلول؟ الأزمة دامت أكثر من 10 شهور، كنظن أنه ما بقاش الوقت باش أننا نزيدو نعطلو في هذه الأزمة، أننا ناخذوا هذا الحوار جدي باش أن الطلبة يرجعوا للكليات ديالهم، باش أننا إن شاء الله نرجعوا للحياة الكليات العمومية الطب، ونرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا، ونرجعوا نقراو، ونرجعوا ندافعوا على المواطن المغربي في المستشفيات، ونحاولوا نقدموا أحسن العروض الصحية، وشكرا. مروان بكار، رئيس مجلس طلبة الطب والصيدلة بوجدة. اليوم كانت واجدة في هذه الوقفة السلمية اللي نظموها الطلبة ديال الطب باش يعبروا على الاستياء ديالهم لما قالت عليه الأوضاع. فبعد 10 أشهر من هذا الماراثون النضالي واللي كيتصابر دابا أطول نضال طلابي بالمغرب وثاني أطول نضال طلابي بالعالم، فاحنا كنحملوا مسؤولية تامة لما قالت عليه الأوضاع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ففي الوقت اللي حنا كطلبة كنا كنطرقوا جميع أبواب الحوار من هيئات حقوقيه وسياسيه من اجل انفراج الازمه، فهو سبب الحوار لمده ازيد من 5 شهور، وقف الطلبه، طرد الطلبه، فرق نقطه الصفر. فمن هذا الشيء كامل الطلبه جاوا هنا اليوم باش يعبروا على انهم مستعدون انهم يساوموا في اي نقطه من الملف المطلبي ديالهم، ما عدا نقطه واحده ولا هي نقطه 7 سنوات، فهي الوحيده اللي تقدر تضمن الجوده ديال التكوين ديالنا وبالتالي صحه المواطن المغربي. ويعني المهنه ديالنا الهدف منها هو الحفاظ على صحه المواطن المغربي، فاحنا هنا باش نخدموا هذا الشعب هذا، حنا هنا باش نخدموا هذه البلاد هذه اللي كنبغيوها، وما يمكنناش اننا نساوموا بالصحه ديال المواطن المغربي يعني تحت اي وضع. وشكرا لكم. جينا اليوم في احتجاج سلمي، مطالبنا كلها مشروعه، مازالين كنسين اذن صاغيه، وكلنا امل في الله سبحانه وتعالى ان هاد الناس هادو يسمعوا لنا. حنايا ولاد البلاد كنبغيو المغرب، ماشي هادشي ماشي على ود كما الناس كيسوقوا له اننا باغيين نهاجروا ولا باغيين شي حاجه، حنا هادشي على جوده التكوين ديالنا وعلى صحه المواطن، وتبقى عندنا اون فورماسيون زوينه، هذا هو الهدف ديالنا. وكنا امل وعارفين باللي ان المشاريع ديالنا مطلوبه، وان شاء الله غادي تتحقق. وحنايا دائما اي باب الحوار كتجي راه حنايا كنأملوا فيها خير، وان شاء الله ما كاين عند تدار ديال الخير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.